هاي انا مايا، النهارده هحل معاكم سؤال في السي على جمال تك عن السكان اف. يلا نشوف هنحله ازاي. هنفتح الويب سايت وبعدين نروح كورسز، نروح السي بروجرامينج، هنفتح لسن 3 بتاعت السكان اف. اول سؤال بيقول برنامج يسأل الشخص عن عمره ويطبع له الاجابه ان عمره ايكوال اي حاجه بس محطوطه في دبل كوتيشنز. هنعمل ستار كودينج، هنعمل print f enter your age، هنعمل scan f percentage d and age، وهنحتاج ن store integer age. semicolon، هنعمل print f your age is، هنعمل backslash quotation بعدين percentage d backslash quotation quotation من age، ونعمل semicolon. هنعمل run enter your age 17. هيقول لي your age is 17 between double quotations. دلوقتي انا هنا ليه حطيت الباك سلاش؟ انا لو ما كنتش حطيت الباك سلاش دي وكنت حطيت double quotations وبعدها quotation اللي هي بتاعت السترينج اصلا، كان هيعمل لي error زي كده، كان هيعمل error عشان undeclared identifier. اوكي، فعشان كده هنا لازم نعمل باك سلاش وهنا باك سلاش تانية، وبكده مش هيكون في error. احنا كده عرفنا ازاي نعمل print double quotations في السترينج بتاعت print f، وعرفنا ازاي نعمل scan في c، وده الحل بتاعي. لو عندكم اي حل تاني ليه بيت in the comments.